السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معكم إسلام همام فلاتر ديفلوبر. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة وهي سلسلة كورس في فيديو، يعني كورس كامل هناخده في فيديو واحد بس. والنهاردة أول درس في السلسلة دي أو أول كورس، وهنتعلم فيه إزاي نبني تطبيق كامل ينفع للأندرويد والآي أو إس. تطبيق بسيط، التطبيق عبارة عن كولر سكرين. يلا بينا نبدأ الكورس وما طولش عليكم. اول حاجه نتعلمها ازاي نبني كومبليت اب. طبعا لسه قايلين هيبقى تطبيق كامل، تطبيق بسيط ولكن تطبيق كامل تقدر تحطه، هو حتى موجود على جوجل بلاي، هديكم اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن تحت، وكل حاجه هتلاقوها موجوده في الديسكريبشن تحت باذن الله. طيب تاني حاجه هنعمل ازاي نيوز الاكسترنال لايبراريز. اللايبراريز الخارجيه دي بتبقى حد ديفلوبرز برده زينا كده قابلته مشكله وبعدين هو حلها بشويه اكواد، وبعدين قرر ان هو يدي الاكواد دي لاي حد محتاج يحل المشكله ديت مجانا، فقام عارض الاكواد ديت على موقع فلاتر الرسمي ان هو اوبن سورس، يعني اي حد يستخدم اللايبراري دي براحته. فخلاص احنا بنستخدمها، مش هنعيد اختراع العجله من جديد. يعني احنا المشكله دي لو هي اللايبراري دي بتحلها خلاص هنستخدمها، تمام. فاحنا نتعلم ازاي بنستخدم اكسترنال لايبراريز. النافيجيشن، ازاي نتنقل ما بين سكرين لسكرين ثانيه جوه التطبيق. احنا طبعا التطبيقات معروفه انها بيبقى فيها سكرينات كتير، يعني الفيسبوك ده مثلا لا ده تطبيق فيه سكرينات كتيره جدا تتجاوز ال 100 سكرين لو انت قعدت تعدها يعني، فده هيبقى فيه نافيجيشن ما بين السكرينز. وبعدها في تطبيقات تانية السكرينز بتاعتها قليله زي الواتساب، ده تطبيق سكريناته قليله 10 سكرينات ولا حاجه بالكتير يعني. ثالث حاجه الكومبوننت سيبريشن، ازاي نفصل الكومبوننت بتاعتنا عن بعضها، يعني عشان نتعلم مبادئ الكلين كود. احنا طبعا مش هنتعلم كلين كود من اول تطبيق، ولكن مبادئه ازاي، يعني ايه نبدا ان احنا نحط كل كومبوننت لوحدها وبعد كده نوصلهم ببعض بان احنا نعمل امبورت للايبراري معينه وكده. يعني ترتيب الكومبوننت وفصلهم عن بعض ده مهم جدا، بحيث ان لما ارجع اعدل على البروجكت بتاعي في المستقبل افهم ما الاقيش الدنيا ملخبطه، لان الاكواد كلها بتبقى على بعضها. فانت ممكن تجي مثلا تطبيق فيه 2000 كود ولا حاجه او 2000 سطر كود يعني، فانت هتتلخبط، 2000 ده صغير يعني. يعني احنا عندنا في الشركه انا شفت تطبيق كنا شغالين عليه 24000 سطر، فارقام مرعبه يعني. فاكيد لازم تبقى في كلين كود عشان تقدر تفهم يعني وما تتلخبطش لما تيجي ترجع له تاني. اخر حاجه البيزك يو اي كونسبتس، يعني مبادئ اليو اي او اليوزر انترفيس او واجهه المستخدم، المبادئ الاساسيه لتصميم واجهه المستخدم. طبعا دي معروفه جدا ان انا ازاي اصمم الواجهه او السكرين اللي قدامي، ما هو التصميم ده عليا برضو يعني، انا ببرمجه يعني في حد مصممه بس انا بنفذ التصميم ده عندي، او انا بصمم تصميم من دماغي مفيش مشكله كمبرمج يعني. فازاي احنا نصمم يو اي كويسه، ناخد البيزك كونسبتس وبعد كده هيبقى في فلاتر 104 ان شاء الله اصلا ادفانسد يو اي، يعني فلاتر 104 ده معمول عشان اليو اي بس مش عشان اي حاجه تانية. فنكمل بس، احنا كده دول الخمس حاجات اللي احنا نتعلمهم من التطبيق الاولاني بتاعنا، ده غير طبعا كتابه الكود وغيره، يعني دول اهم حاجات يعني. تمام، نبدا مع بعض، يلا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. احنا النهارده اول درس من فلاتر 101. التطبيق اللي احنا نعمله في الكورس ده ان شاء الله هو التطبيق اللي قدامنا ده، تمام. التطبيق ده انا اللي رافعه، ده على الحساب الرسمي بتاعي اسلام همام، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. واحنا ان شاء الله في الكورسات اللي جايه هنحاول ان احنا كل الكورسات اللي احنا هنعملها تبقى مرفوعه بالفعل، او التطبيقات اللي احنا هنعملها من الكورسات تبقى مرفوعه بالفعل على الجوجل بلاي، بحيث ان انتوا تشوفوها وتجربوها قبل ما تشتغلوا خالص عشان تعرفوا انت هتشتغلوا عليه. طبعا هو بيزك التطبيق ده، يعني بما انه اول تطبيق تعملوه لانه فلاتر 101، ولكن هنتعلم منه شويه حاجات زي ما انتوا عرفتوا في الفيديو اللي فات. التطبيق هيبقى شكله زي كده واحسن كمان ان شاء الله. شويه الوان محطوطه في ليست تقدر تعمل لها سكرولنج، وفي هنا يعني تايتل فوق في الاب بار، واما تضغط على اي لون بيوديك على سكرينه كلها مملوءه بهذا اللون اهو زي ما انتم شايفين كده. هي طبعا ديت سكرول، فطبعا اي لون بتضغط عليه بيوديك على سكرينه بالشكل ده مليانه اللون اللي انت ضغطت عليه، تمام. بس كده هو ده التطبيق اللي احنا هنعمله النهارده. مش النهارده طبعا، الفيديوهات اللي جايه. احنا زي ما انا قلت لكم، انا اوعدكم ان انا هديكم اقل وقت او اكثر استفاده في اقل وقت ممكن، فما تحاولوش ان انتوا يعني تسمعوا الكورس وتمشوا خلاص، لا لازم تطبقوا ورايا.
انا وعد مني مش هقول اي كلام، يعني اي كلام مش هيفيدكم مش هقوله، هقوله ليه؟ احنا هنقول بس الكلام المهم. فخلاص انتوا كده كده مش هتلاقوا وقت يعني كتير فائض على حشو وخلاص، لا انتوا هتلاقوا الكلام في محله، فتاخدوا الكلام تطبقوه بقى. يعني زي ما انا وعدتكم ان انا هديكم كلام في الصميم، انتوا تدوني تطبيق وانا متابع معاكم مفيش مشكله، في التعليقات او في الجروب بتاعنا على الفيسبوك او على الحساب الشخصي بتاعي على الفيسبوك برضه، ده كله هتلاقيه اللينك في الديسكريبشن تحت. احنا هنشتغل على الاندرويد ستوديو. اندرويد ستوديو هو اي دي اي او بيئه عمل لتطوير البرمجيات. كل بيئه عمل بتبقى ليها شويه تكنولوجي كده شغال عليها او ينفعوا فيها. يعني عندنا الاندرويد ستوديو انا كنت شغال عليه اندرويد نيتف، ودلوقتي شغال عليه فلاتر، وهو كويس في الاثنين دول جدا جدا. يعني في في اس كود برضه شغال وكويس جدا، ولكن احنا هنشتغل على اندرويد ستوديو. تمام. اول حاجه انا ما شرحتش ازاي نسطب الاندرويد ستوديو ولا نعمل ايميليتور ولا الكلام ده، ولكن ده كله هيبقى موجود في مقاله. الايميليتور مش موجود، ازاي نسطب اندرويد ستوديو هيبقى موجود في مقاله. والايميليتور سهل، يعني احنا بنضغط على الايقونه دي التكه تسطيب اهو كرييت ديفايس وخلاص وتمشي نيكست نيكست. طيب اللي اسمها ايه يا ربي، كنت بقول فاحنا هتلاقوه في مقاله موجوده عندكم ازاي تسطب اندرويد ستوديو بالنسبه للويندوز وازاي تسطبه بالنسبه للينكس. المقاله دي موجوده على موقع الاكاديميه بتاعتنا، وازاي برضه تسطب في اس كود، ازاي تنزل الفلاتر اس دي كي والحاجات يعني المطلوبه ان انت تنزلها قبل ما تسطب الاندرويد ستوديو. هنبدا مع بعض نعمل فلاتر بروجكت جديد بعد ما تكونوا عرفتوا الحاجات ديت ومشيتوا عليها بالترتيب في المقاله، طبعا موجوده بالفيديوهات فما تقلقوش كل حاجه تفهموها، حتى الفيديوهات ممكن تلاقوها انجليزي بس ما تقلقوش برضه، انتوا هتمشوا على الخطوات اللي في الفيديو، يعني انت هتفتح الفيديو هتلاقي انجليزي مش مشكله، اعمل زي ما هو بيعمل. تمام. هي كده كده التصيبات يعني مش موضوع محتاج فهم يعني. اوكي فتعالوا مع بعض نبدا فلاتر بروجكت. نيو فلاتر بروجكت، تختار فلاتر، وبعدين انا هختار جافا لان انا كنت شغال جافا، فعشان يعني لو احتجت ان انا ارجع اندرويد فابقى ايه فاهم الدنيا. طبعا ممكن تختار تحط على الويب، مش قلت لكم ده كله ممكن تعمله على نفس الكود، فاحنا هنختار بس اندرويد واي او اس، كفايه كده كفايه كده دلوقتي، الا اننا ممكن نختار اي حاجه دلوقتي او اي حاجه من دول برضو ثانيه، ولكن بعدين بقى ممكن نغيرها برضه. تمام، ما دام عندنا الكود يعني. طبعا اللينكس والويندوز مش شغالين عندي، محتاجين تصبيبات شويه حاجات كده بس مش مشكله دلوقتي، مش محتاجهم يعني ولا محتاج الويب حتى، فهنخليها جافا سويفت وفينش. نسميه مثلا كولر كولر سكرين ولا ايه، كولر سكرين. ماشي اوكي سكرين. طيب تعالوا مع بعض نعمل فينش كرييت بروجكت اوف لاين، اخليه اوف لاين او ايه تقسيم عادي. طيب احنا طبعا ده الايميليتور هو عباره عن يعني موبايل، ما فيهاش مشكله يعني ما فيهاش اي مشكله، زيه زي اي موبايل تاني. انت عامه ممكن ما تستخدمش الايميليتور لو انت جهاز الكمبيوتر بتاعك يعني مش اقوى حاجه، ممكن ما تستخدمش الايميليتور. فتعالوا برضه نشوف حاجه بما اننا قاعدين مع بعض. انا الجهاز بتاعي فيه 16 جيجا رام، فانتوا لو الجهاز بتاعكم اقل من 16 جيجا رام او اقل من 12 جيجا رام 10 جيجا رام، بصوا انتوا كده يعني في 8.5 مستخدمين من 16 وانا مشغل الايميليتور. فانت لو شغلت الايميليتور ده وانت عندك 8 جيجا رام هيشتغل بس هيتعب الجهاز بيني وبين. فانت لو عندك اقل من 16 جيجا رام مفيش مشكله، ما تشغلش الايميليتور، شغل التليفون بتاعك ووصله على طول بالوصله بتاعه اليو اس بي. تمام، وهيشتغل عادي والتطبيق هيتسطب على تليفونك الاندرويد او الاي او اس ايا يكن وتشتغل عليه. تمام، بدل ما تسطب الايميليتور. وحتى في لو انت عاوز تظهره هنا في حاجه اسمها فايزر، في برنامج اسمه فايزر ممكن اوريه لكم. فايزر فين؟ مش موجود هنا. ادي فايزر، فايزر ده تطبيق ممكن تخلي التطبيق بتاعك يظهر من التليفون على الكمبيوتر، ما بيستهلكش رام خالص او ما بيستهلكش رام الا حاجه بسيطه جدا، هو تطبيق خفيف وجميل ممكن تنزلوه بحيث ان انتوا لو عايزين تظهروا التليفون بتاعكم قدامكم زي الايميليتور كده قدامكم هنا. تمام. طيب احنا اول حاجه ظهرت قدامنا هي المين سكرين. جميله المين سكرين، امسح كده الكومنتات. تعالوا نشرح شويه حاجات هنا بما اننا اول تطبيق نعمله. بصوا يا شباب، نمسح الكراسات دي مش عايزينها، ونشيل الهوم بيج. ماشي خليها دلوقتي بس هنشيلها. دي المين سكرين،
المين سكرين هي اول حاجه بتتنفذ عندنا في التطبيق، فهو عشان ينفذها نفذ فانكشن ثانيه اسمها ران اب. طبعا لازم تكونوا واخدين اساسيات الدارت والموجود عندي في الكورسين بتوع دارت 101 ودارت 102. بصوا انا عشان اوفر عليكم، لو انت عاوز تبدا بقى معايا من البدايه للنهايه، ففي عندك في البلاي ليست او اسمها قوائم التشغيل عندي في القناه، في قائمه اسمها كومبليت فلاتر اند دارت كورس، يعني الفلاتر والدارت الكامل، الكورس الكامل ليهم. دول انا مرتب فيهم كل الفيديوهات بتاع الكورسات المتتاليه ورا بعضها، يعني حاطط دارت 101، بعدها دارت 102، بعدها فلاتر 101، وهكذا، وهمشي بقى ان شاء الله لغايه ما نوصل لاخر حاجه. فانت لو عايزين تبداوا معايا من البدايه للنهايه بدون التقيد باسماء الكورسات ماشي، فانتوا هتمشوا على الكورس الكامل ده، الكومبليت فلاتر اند دارت كورس، ده موجود برده في البلاي ليست. عايزين تمشوا بالترتيب، يبقى دارت 101، دارت 102، فلاتر 101، فلاتر 102، 103، 104، بالترتيب ده. تمام، الترتيب مهم عشان انا قاصد ان ده يبقى الترتيب. طيب احنا هنشغل الران اب الماي اب، وجوه في عندنا اهم حاجه البيلد فانكشن. البيلد فانكشن بتريتيرن ماتيريال اب، وده هو يعتبر الاب بتاعنا الرئيسي او المتحكم الرئيسي في الاب بتاعنا، لان من خلاله نقدر نعمل سيم، نقدر نعمل تايتل، شويه حاجات كتيره جدا ممكن نقدر نعملها من خلاله ونعرفها في المستقبل. وطبعا بنعرف الهوم اللي هي اول صفحه تبدا معانا بعد ما يفتح الماتيريال اب. طبعا هو هنا مديني ايرور، اي حاجه تحتها كده خط احمر يبقى في ايرور، لان هي مش موجوده، انا لسه ماسحها، كان الكلاس تحت هنا فانا مسحتها. طب انت مسحتها ليه؟ عشان هعمل ايه؟ هنعمل صفحه ثانيه هنبدا من خلالها. طيب هو كان هنا عامل كل حاجه في نفس الصفحه، وعامل المنادي الهوم سكرين من تحت هنا وحاططها هنا تحت. احنا لا، مش هنعمل كده زي ما احنا وعدناكم، هنبدا ان احنا نقسم. فاحنا اول حاجه هنعمل سكرين هنا، هنسميها مثلا هوم سكرين، يعني هوم. طبعا بص بقى في التسميه، في التسميه كله يبقى سمول لو انت بتسمي الفايل، لو انت بتسمي دارت فايل، دارت فايل يبقى كله سمول وما بينهم اندر سكور، مفيش مسافات. تمام، انت فهتطلع بالشكل ده. لكن لو هو في الكلاسات بقى او في البرمجه نفسها، فاحنا هنستخدم طريقه من التسميه اسمها الكامل كيس. ايه هي الكامل كيس؟ هوريكم دلوقتي. تعالوا بس نعمل كده، ستيت فول ولا ستيت ليس، خليها ستيت فول. اوكي ماشي، هنسميها مثلا هوم سكرين. هوم سكرين، ادي هوم سكرين. بصوا بقى في الكامل كيس احنا عندنا، طبعا هو مديني هنا ايرور ليه؟ بص انا كتبت شويه الحاجات دي بس هوريها لكم تاني، هوريها لكم تاني دلوقتي. احنا عندنا في الكامل كيس اي كلاس هيبقى اول حرف فيه كابيتال، واول حرف من اي كلمه ثانيه فيه برضه كابيتال. فهوم سكرين فيها كلمتين، الاتش كابيتال والاس كابيتال. طيب لو متغير يبقى اول حرف سمول، واول حرف من اي كلمه ثانيه كابيتال. طب لو فانكشن يبقى اول حرف سمول واول حرف من اي كلمه ثانيه كابيتال. يبقى اذا الفانكشن زي المتغيرات ولكن الكلاسات مختلفه. دي الكامل كيس كونسبت، فلازم نمشي على الكونسبت ده عشان هيفيدنا كتير جدا جدا في المستقبل لما نيجي ننادي على حاجه نبقى فاهمين احنا بننادي على كلاس ولا على فانكشن ولا على ايه بالظبط ولا على متغير. مهمه جدا. تمام، امشوا معايا واحده واحده. طيب انا في شويه اكواد كده اتكتبت في ثانيه قدامكم، ايه اللي حصل؟ طيب ازاي كتبتها اصلا؟ تعالوا هنعمل سكرين ثانيه، وهي السكرين دي الهوم سكرين اللي هيبقى فيها ان شاء الله الحاجات الكتير اللي انا وريتها لكم في اللي هتبقى فيها الشكل ده. وهنعمل سكرين ثانيه هيبقى فيها الشكل ده اللي هو اللون كامل وخلاص مال السكرين. طبعا هنا يعني انتم متوقعين ان في كام سكرين هنا في التطبيق ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سكرينات. لا الكلام ده مش حقيقي، هو التطبيق ده ما فيهوش الا سكرينتين بس، دي ودي. اما المحتوى بتاع السكرين فبيتغير، احنا بنغيره بناء على برمجتنا. فاذا هو هنا في سكرينتين، ادي سكرين وادي سكرين، وده اللي احنا هنعمله عندنا بالظبط. فاحنا عملنا السكرين الاولانيه هنا، هنعمل الثانيه عشان اعرفكم احنا عملنا ايه في الاولانيه، ازاي الاكواد دي كلها جت مره واحده. طيب تعالوا كده نعمل الثانيه وبعد كده اشرح لكم. فاحنا هنعمل سكرين ثانيه هنسميها مثلا نسميها مثلا كلر سكرين، كلر سكرين. ادي كلر سكرين. اوكي بصوا بقى، انا لما بتك كنترول وازود او انقص ده بيكبر ويصغر يعني الكتاب عندي. بصوا كده، بس ده طبعا لازم تعمل له اكتيفيشن من السيتنج هنا اهو. معلش انا ممكن اعرفكم شويه الحاجات دي بس في الاول. في الايديتور، الايديتور هو المكان اللي احنا بنكتب فيه، ده الايديتور، ده المكان اللي احنا بنكتب فيه، ده مش ايديتور.
تمام. فاحنا هنعمل سيتنج اديتور، فين الاديتور؟ جنرال، تشينج فونت سايز ويز كنترول بلس ماوس ويل. فدي الماوس ويل ودي الكنترول، انت بس تفعل الزرار ده تك ابلاي اوكي. فتعالوا مع بعض. هنا انا كتبت هنا بقى ايه، او كتبت في السكرين اللي فات ايه، كتبت اس تي تمام. ولو ما ظهرتش قدامي القائمه المنسدله ديت فانا هتك كنترول ومسطره، هتقوم ظاهره قدامي. هو بيقول لي انت عاوز ستيتفول ولا ستيتلس ويدجت. طب هو في فرق ما بينهم؟ في فرق ما بينهم، او شويه حاجات تانية كده مالناش دعوه بيهم دلوقتي. تعالوا بس نركز على الستيتفول والستيتلس. احنا هنخلي القائمه دي او هنخلي السكرينه دي ستيتلس. السكرينه اللي فاتت كانت ستيتفول، فتعالوا نسميها الاول بما انه كلاس، يبقى اول حرف كابيتال من اول كل كلمه. احنا قلنا ايه؟ كلر سكرين. كلر سكرين. طيب ادي كلر سكرين. طيب انا لما اتكيت ستيتفول او ستيتلس جاب لي كل الكلام واستناني ان انا اكتب له اسم الكلاس، وبعد كده اداني ايرور هنا. ليه؟ لان المفروض ان الستيتلس ويدجت او الستيتفول ويدجت دول الاثنين اصلا جايين من لايبراري جاهزه جوه الدارت او جوه الفلاتر اسمها الماتيريال دوت دارت. فانا او من الكوبرتينو، يعني الاثنين دول ينفعوا. الكوبرتينو مخصصه اكتر لاجهزه الاي او اس، الشكل بتاع الاي او اس في التنقلات في التحميل، الشكل بتاع الـ يعني البروجريس بار ديت اللي هو بيقعد يلف، شكل مختلف في الاي او اس عنه في الاندرويد. الاي او اس طبعا بتاع الايفون، والاندرويد بتاعنا كلنا بتاع عامه الشعب. فاحنا هنختار الماتيريال لان احنا موجهين التطبيق دلوقتي اننا نحطه على جوجل بلاي. فهنختار ماتيريال ليه؟ عشان احنا ساعات لما بنشتغل على كوبرتينو جوه الاندرويد بيشتغل، ولكن بعض الويدجتس ممكن تعمل مشاكل، بعض الويدجتس ممكن تدي ايرورز او اخطاء جوه الاندرويد، الا ان في اغلبها بتشتغل يعني تمام. فخلينا نستخدم الماتيريال في الاسلم يعني. فانا لما عملت امبورت للماتيريال بالضغط ايه اللي حصل؟ خلاص الايرور راح. طبعا احنا عرفنا الموضوع ده برضو في الكورس بتاع الضغط، ان الامبورت يجيب لي الحاجات اللي جوه اللايبراري فاقدر استخدمها معايا، ودي لايبراري داخليه. طب انا اقدر اعمل امبورت للايبراري خارجيه؟ ده هنتعلمه هنا دلوقتي، بس اصبروا علي. طيب الستيتلس هي ويدجت ما فيهاش سيت ستيت او ايه، يعني هي بتتحط مره واحده ما بتتعملش ريبيلد ليها تاني، ما بيتعمل لهاش ريبيلد تاني. فلو اتغير فيها حاجه، رقم مثلا ولا حاجه، او تايتل، عاوز اغير التايتل بناء على حد بيتك زرار ولا كده، مش هقدر ان انا يعني اظهر التغيير ده. هيتغير بس هيظهر قدام المستخدم؟ لا مش هيظهر، لان ما عملش سيت ستيت، الا في حاله ان انا بستخدم مانجمنت او ستيت مانجمنت. الستيت مانجمنت كتيره، ممكن زي البلوك او الجيت اكس، في الحاله دي انا ممكن اعمل لها سيت ستيت بالستيت مانجمنت عادي تمام. وده اللي احنا بنعمله في الاغلب، يعني نخليها ستيتلس ونتحكم فيها بالستيت مانجمنت تكنيك اللي احنا بنستخدمه. طيب انا هنا مش هستخدم اصلا اي ستيت مانجمنت تكنيكس، ولا انا محتاجها حتى تتغير. هو اللون هيجي لها تبقى اللون ده وخلاص، وبعد كده لو انا عاوز اغير اللون انا كده كده هرجع تاني عشان اختار لون او اللون تاني فاتكه وابداها من جديد، فمش محتاج ان انا اعمل لها ستيت ستيت. اما في الهوم سكرين يعني انا خليتها ستيت فول، يعني ممكن لو احنا احتاجناها، ولكن احنا برضو مش هنحتاج ان احنا نخليها ستيت فول، هي مش هنتغير فيها حاجه. شويه ليست موجوده فيها شويه الوان، هتضغط على اي لون هيوصل للسكرين الثانيه وخلاص. طيب هنا لو انتم ملاحظين في كلاس وجواه ستيت او كلاس ثاني هو الستيت بتاعي. الستيت هنا نوعها هوم سكرين الكلاس الاولاني، وبعد كده الكلاس الثاني ديت العلامه ديت اندرسكور معناها ان هو برايفت، ما بيظهرش الا جوه الكلاس ده او جوه السكرينه دي يعني او جوه الفايل ده، فهو برايفت جوه وبيكستند الستيت اللي هي اللي فوق دي. ستيت نوعها هوم سكرين اللي هو كلاس الاول. طبعا الستيتلس مختلفه شويه، انتوا شفتوا هنا اهو الستيتلس ما فيهاش غير كلاس واحد تمام، ومش محتاج ان انا اعمل كلاس من الستيت لان مش هتتغير، هي ستيت واحده تمام. هنا ممكن تتغير عادي، الستيت دي بتتغير وبيتعمل والبيلد دي بتتنادى تاني من جديد اكتر من مره، كل ما انا يعني طول ما انا عاوز اغيرها هعمل بس ست ستيت طريقه كده جواها وهتتغير عادي، عشان لو اي حاجه جديده اتعملت يعني جوه التطبيق. تعالوا بقى مع بعض. اول حاجه هو مديني ايرور هنا، ركزوا على الحاجات دي. طبعا شوف اللون الاحمر ده معناه ان في ايرور، وادي لون احمر تاني معناه ان في ايرور. ايه هو الايرور؟ بيقول لي انت ما ناديتش اي سكرين. خلاص تعالوا نادي الهوم سكرين بتاعتنا، ادي الهوم سكرين، ونحط القوسين بتاعه. طبعا مديني الايرور لسه موجود. ليه؟ لان انا ما عملتهاش امبورت،
لان هو ما يعرفش ايه الهوم سكرين دي، مش لاقيها هنا. فانا هقول له لا، ده هي مش هنا، ده هي في كلاس تاني او في لايبراري تانيه اسمها، بص تك الالت انتر هيجيب لك الخيارات، فقال لك امبورت الهوم سكرين دوت دارت، فخلاص يعني امبورت الهوم سكرين اهي، خلاص اتعملت خلاص. اوكي ممكن نعملها كونست عشان يعني يشيل الخط اللي تحتيها ديت. كونستنت يعني ده بيسهل وبيسرع وبيعلي البرفورمانس، بس ما بيتحطش في كل حاجه، اتحط في الحاجات اللي زي ما انا قلت لكم مش محتاجين ان احنا نغيرها، هي بتتعمل بيلد ليها مره واحده وخلاص. فاحنا ما فيش مشكله نعمله كونست دلوقتي، لو احتاجنا نغيره هنغيره. انا عارف ان انتم ممكن تكون مش فاهمين كل حاجه انا بقولها، بس مش مشكله، خليكم ماشيين معايا للاخر، المهم نتعلم ازاي بنشتغل وازاي نطلع تطبيق وهنفهم واحده واحده. احنا الكورسات اللي جايه كتير يعني. احنا هنحتاج نعمل اي فايل تاني؟ اه هنحتاج نعمل فايل كمان واحد بس. اوكي هنسميه هنا الكومبوننت، هنحط فيه اي كومبوننت احنا عاوزين نستخدمها، يعني عشان ما نلخبطش الدنيا وعشان ما نكترش الكود في اي سكرين عندنا. تمام، فتعالوا نكتب هنا كومبوننت، كومبوننت كومبوننت. اوكي ادي كومبوننت، خلص الموضوع يا باشا. تعالوا بقى نبدا نحط في الكومبوننت ليه اللي احنا عاوزينه. طيب اول حاجه هنحطها في الكومبوننت، بص كده احنا واحنا شغالين تعالوا بس نعمل رن للتطبيق، احنا بنعمل رن من الزرار ده فخليه يشتغل، بعد كده هنعمل هوت ريلود عادي براحتنا. فعلى ما احنا نعمل شويه حاجات هنا نكون التطبيق رن، لان هو اول رن بتاعه بياخد وقت، فمش مشكله يعني استحملوه. تمام، فتعالوا بقى هنعمل هنا اول حاجه هنحتاجها معانا وهي الليست اوف كولرز، نعمل ليست مليانه الوان، الالوان دي اللي احنا هنستخدمها واللي احنا هنحطها جوه الهوم سكرين. فاحنا هنعمل ليست، ادي الليست طبعا خدناها في الدارت، والليست ديت الحاجه اللي جواها تبقى من نوع كلر. طبعا هو مش عارف الكلر ليه؟ لان انا ما مش معرفه، هنسميها بس الاول كلر ليست، ادي ادي كلرز ليست، ونفتح ايكوال ونحط جواها اللي احنا عاوزين نحطه، حط سيمي كولون في الاخر. هنا في الكلر هو مش متعرف عليها، فالت انتر امبورت الماتيريال دوت دارت، لان الكلر هو موجود في الماتيريال. طيب اول حاجه او اول كلر عندنا هنقوم قايلين كلرز دوت، في شويه يعني كلرز متسجله في اللايبراري بتاع الماتيريال اهم، كلرز جميله جدا. هنستخدم البيربل اكسنت مثلا، وبعد كده نحط الكولون ديت ونعمل كنترول دي، كنترول دي بيطبع نفس السطر تاني اكتر من مره. تمام، وتعالوا نغير بقى الكلر براحتنا، فنعمل هنا مثلا كلر بلو طبعا او بلاك. اوكي كلر بلو، كلر بلو، ادي بلو طبعا او هي سمول، الكلرز دي بتبقى سمول. تمام، اه شوف الكمبيوتر ده رغم انه يعني امكانياته كويسه الا انه ساعات برضه بيعمل لاجنج زي ما انتم شايفين، لان مهما كان هو دلوقتي عليه حمل كتير وهو بيعمل رن للتطبيق، فيعني ما تزعلوش نفسكم عادي عادي يعني. اوكي احنا هنستنى بس شويه على ما يعمل رن للتطبيق. اه عمل، عمل رن للتطبيق واشتغل معايا. طيب اوكي يلا آه يلو مثلا، احط اورنج مثلا، اورنج نحط ريد، ادي ريد هنا، ريد ادي ريد، ونحط برضو هنا اي لون تاني. ايه هو؟ اعمل كنترول مسطرة يجيب لك الالوان كلها. فتعالوا نشوف اي لون، تيل، تيل حلو، تعال نكتب تيل، ادي التيل. تمام، آه هو طبعا مديني هنا يعني شاشة سوداء، مش مشكلة لان احنا لسه ما عملناش حاجة يعني. طيب تعالوا بقى في الهوم سكرين، دي الصفحة اللي بتظهر قدامي. طيب الهوم سكرين زي ما انتم شايفين البيلد او الفانكشن بتاع البيلد هي دي، هي دي اللي بتظهر، او الريتيرن تايب بتاعها هو اللي بيظهر. فانا عامل ريتيرن ايه؟ لكونتينر، كونتينر فاضي. يعني انا لو قمت اي جوه الكونتينر ده كلر، قمت قايل له كلرز دوت دوت مثلا تيل، ايه رايكم؟ تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. هوت ريلود عمل لي الصفحه كلها تيل. ليه؟ لان دي الصفحه اللي انا مستدعيها في المين، فهي دي الصفحه اللي ايه اللي شغاله معايا، فهو اي حاجه فيها يجيبها لي هنا. تمام، طبعا احنا مش هنحط ده هنا، احنا هنحط ده في الصفحه الثانيه، وهنبدا هنا نحط الليست بتاعتنا. فتعالوا نرجع تاني نمسح الموضوع ده، وانا بس بوريكم ايه اللي احنا ممكن نعمله.
ادي الكونتينر، هنشيل الكونتينر خالص وهنحط حاجه اسمها سكافولد. السكافولد ده ايه؟ هو السكافولد هقول لكم ايه اللي هو السكافولد دلوقتي. بصوا كده، حط سكافولد وجوه السكافولد هنكتب شويه حاجات. السكافولد ده بصوا بس ايه، هنكتب بينت. تعالى اوريكم حاجه. السكافولد هنعتبر ان ده التطبيق بتاعي، تمام؟ السكافولد هو بيعمل ايه؟ هو بيقسم لي واجهه التطبيق لشويه حاجات. بيقسمها لي للاب بار، ادي الاب بار بيبقى الحته الاولانيه ديت، تمام؟ وبيقسمها لي لبادي ده جوه هنا، وبيحط هنا مثلا ممكن نحط هنا نافيجيشن بوتون، ولا مش فاكر اسمه ايه، فلوتنج اكشن بوتون حاجه زي كده. وممكن نحط برده تحت مثلا الكاستم نافيجيشن بار، او نحط هنا تاب بار ان هو هنا في زي واتساب التاب بار فوق، او الكاستم نافيجيشن بار زي لينكد ان لو انتوا عارفين لينكد ان، فالكاستم نافيجيشن بار تحت على ما اعتقد تحت. فممكن نحط هنا حاجات. ممكن هنا بيبقى الاب بار نفسه متقسم لشويه حاجات، طبعا متقسم لثلاث حاجات عندنا. ده كله في السكافولد، يعني ده كله انا بقول لكم على السكافولد بيعمله اهو. ادي السكافولد مقسم لي الاب بار لثلاث مناطق. المنطقه دي هنسميها تايتل، هي اسمها تايتل، ودي تيلينج، ودي اكشن. الاكشن ممكن نحط فيها اكتر من ويدجت، التايتل ممكن نحط فيه برضه ويدجت واحده، ودي ويدجت واحده. بس مش معنى انها ويدجت واحده انها ويدجت واحده، لان انت ممكن تحط رو تحط فيها اكتر من ويدجت، تمام؟ طيب هنا ممكن تحط ويدجت واحده، هنا في الاغلب بتبقى الزرار بتاع البوب اب اللي بيرجع، تمام؟ طب لو هو مش موجود مش مشكله، التايتل هيجي هنا هياخد في البدايه. او انا ممكن اتحكم في التايتل وما احطش اي حاجه ثانيه واحط التايتل في النص برضه عادي، مفيش مشكله عندنا. ده اللي احنا هنعمله هنا. فاحنا عندنا في الفلاتر في شويه ويدجتس. انا اجيب اطلع، لا ما تطلعش، انسل اعمل تحت بس كده. طيب فاحنا عندنا في الفلاتر كل حاجه تعتبر ويدجت، كل حاجه حتى الكلاسات تعتبر ويدجت. فانا ممكن اكول للكلاس عادي، ممكن اكول لي واعمل له ريتيرن كمان، مفيش مشكله. الكلاسات تعتبر ويدجت عندنا، والفانكشن تعتبر ويدجت، واي حاجه تعتبر ويدجت. طبعا المتغيرات مش ويدجت يعني، تمام؟ فاحنا عندنا هنا السكافولد ده ويدجت زي ما انا قلت لكم، ده اللي بيرتب السكرين بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. في ويدجتس ثانيه كتير، في طبعا هنشوف منها كتير دلوقتي في الكورس ده، وفي كورسات ثانيه نعرف ويدجت ثانيه برضو. طيب في السكافولد لو انا كتبت كده، بصوا كده كتبت اب اي بي بس، فظهر ايه؟ الاب بار. ده من ضمن الاتريبيوتس اللي جوه الكلاس بتاع السكافولد. طب ايه هي الاتريبيوتس اللي جوه السكافولد؟ انا هحط ايدي عليه بس، او هتك كنترول واضغط عليه. لو انا حطيت ايدي عليه فظهر لي كل حاجه جواه. فلقيت هنا في بادي ونوع ويدجت، وفي فلوتنج اكشن بوتن ونوع ويدجت، في حاجات كتيره، في درور ونوع ويدجت، في اند درور وويدجت برضو، وهكذا. وفي عندنا الاب بار زي ما احنا شفنا، وفي التيلينج. طبعا التيلينج هو موجود هنا، لو انت قعدت تدورات هو موجود. لو انا اتكيت برضو كنترول وضغطت عليه هيدخل جوه بقى ايه الصفحه الرئيسيه بتاعته اللي بتاع الكلاس بتاعه يعني. اهي دي كل الويدجتس اللي جواه، تمام؟ طيب اهو تعالوا جوه الاب بار، مش هو من نوع ويدجت اهو، نوع ايه؟ بريفيرد سايز ويدجت. طيب هنديله الويدجت اسمها اب بار، ونفتح القوسين بتاعتنا. انا قلت لكم جوه الاب بار في ليدنج مش تيلنج معلش، وفي اكشن وفي تايتل. ادي الليدنج، لو انا كتبت ليدنج هتظهر الاكشن، ادي الاكشنز، ليست اوف ويدجت. ركزوا في الداتا تايب بتاعتها نوعها ليست اوف ويدجت، لازم تديها ليست، مش لازم الليست تبقى مليانه، ممكن تحط يعني كومبوننت واحده في الليست عادي جدا. وفي اخر حاجه التايتل، مش اخر حاجه يعني، في حاجات كتيره جدا اهي، والاليفيشن هنستخدم شويه حاجات منهم دلوقتي. طيب احنا بس سيبك من الاب بار دلوقتي، وهننزل على البادي، تمام؟ ادي البادي، هنحط جوه البادي كونتينر. الكونتينر ده هو ويدجت بياخد المساحه بتاعت ابنائه، هو ما فيهوش عنده الا تشايلد واحد بياخد المساحه بتاعت الابن ده كامله، ايا كان الابن ده قد ايه بياخد المساحه ما دام هو يتحمل الشاشه يعني. فنقوم قايلين كونتينر، انا بس عشان ايه ما اسيبكوش ونقعد نعدي، فخلينا ندي ايه هنا تايتل، ادي تايتل، ونحط من نوع تكست، لان احنا بنعرف نوع التايتل ازاي. حط ايدك عليه بس، شايف كده؟ حط ايدك عليه قايل لك هو من نوع ويدجت، خلاص ادي له اي ويدجت. انا هدي له ويدجت اسمها تكست، ونحط جوه التكست مثلا هنقوم قايلين كلر سكرين، كلر سكرين، ادي كلر سكرين، تمام؟ طبعا ايه في خطا، هو هنا بيقول لي هي اعملها كونستنت ما دام هي مش هتتغير، وهي بالفعل مش هتتغير، فنديها كونستنت.
لو انا مش عاوز يقول لي كونست ممكن اعمل اجنور للكونستنت. هنعملها دلوقتي ولا تعالى نعملها دلوقتي حالا؟ اهي اجنور اهو. هتعمل اجنور للكونستنت فور الفايل كله ولا اللاين بس؟ قال لي الفايل كله. تمام، بس احنا هنحطها هنا كونستنت عشان ايه؟ كده كده مش هتتغير يعني. لو انا عملت هوت ريلود بصوا ايه اللي هيحصل هنا. قال لي كلر سكرين وحط لي اب بار وحط لي ايه؟ البادي فايل. دي التقسيمه بتاع السكافولد لان انا حطيت سكافولد وحطيت اب بار. فطبعا عمل اهو التقسيمه بتاعته السكافولد بعد كده الاب بار وحط التايتل جوه الاب بار ما دام مفيش ليدنج. لو في ليدنج التايتل هيتاخد كده شويه. تمام؟ سيبك بقى من الاب بار والتايتل والكلام ده دلوقتي عشان احنا هنشتغل في حاجه ثانيه. ماشي يا شباب، احنا عملنا الكونتينر اللي هنحط فيه بقى الجريد فيو بتاعتنا. طبعا هي اسمها جريد فيو، فتعالوا نجيب التشايلد بتاعها نحط فيه جريد فيو. ادي جريد جريد فيو دوت كاونت دوت كاونت. ماشي، طبعا المطلوب اللي عندي الكروس اكسس كاونت. يعني بصوا كده الجريد فيو المفروض انها بتعمل ايه؟ المفروض انها بتجيب لي يعني حاجات كده نحطها جنب بعضها على هيئه جريد، جريد الشكل بتاعها جريد يعني. تمام، اللي هو ايه؟ عواميد في صفوف. طيب هنا كروس اكسس كروس اكسس كاونت اللي هو كام ايكون او كام ايتم في الصف. فانا هقول له 3 ايتم في الصف. تمام، هنا الكروس اكسس كاونت ده مطلوب منه اللي هو كام ايتم في الصف الواحد. طيب تعالى بقى التشيلدرن بتوعها هم عباره عن ليست، فما دام هما ليست طب ما انا عندي ليست، ليست اوف كلر صح؟ طيب خلاص ما نحطها. هي كان اسمها كلرز ليست، ادي كلرز ليست. هي كده كان اسمها كده فعلا ولا ايه؟ كومبوننت كلرز ليست، ايوه هي كانت كده. بس طبعا دي سمول كلرز ليست. تمام، وهنعمل لها امبورت اهي من الكومبوننت دوت ماب. بص الماب دي فانكشن بتخليني اعرف اعمل ايتريشن على كل ايتم جوه الايه؟ جوه الليست. تمام، هي بترجع لي ايترابل او ايترابل اللي هو بتخليني اقدر اعمل ايتريشن على الايتمز اللي جوه الليست. فانا هخليها دوت ماب. طبعا دي الايتمز ده اسم الايتم، فانا هسميه كلر مثلا اهو كلر، هنسميه كلر ايتم مثلا. تمام، عشان ايه يبقى واضح. بصوا مش مشكله طول التسميه، يعني مش مشكله اسمه تسميه طويله للمتغيرات، ولكن المهم ان تكون التسميه في محلها وفي مكانها، ان يكون مسمي اسم على مسمى يعني. وبعدين دوت تو ليست دوت تو ليست ادي تو ليست. تمام، بس كده نحط هنا السيمي كولن. طيب هنا احط لي كونتينر مثلا اي حاجه كده فاضيه. بس انا كده تمام عندي. يبقى انا حطيت التشيلدرن بتوعها ايه؟ حطيت التشيلدرن بتوعها هم الليست بتاع الكلر. عملتها دوت ماب عشان اقدر اعمل ايتريشن على كل ايتم جواها، وده اسم الايتم اهو اهو كلر ايتم نوع كلر اللي هو النوع بتاع الكلر ليست. وبعد كده رجعت كونتينر، وبعد كده عملت دوت تو ليست. لازم تعمل دوت تو ليست في الاخر والا هيديك ايرور. ليه؟ لان هو بالنسبه له كده واخد ايتم واحد. اول ما تعملها له دوت تو ليست يبقى هو كده خد ليست من الايتمز، وهو ده المطلوب ان هنا يبقى فيه ليست اوف الويدجت. تمام، يبقى لازم تعملها ايه؟ دوت تو ليست. طيب انا هنا رجعت كونتينر، ايه اللي هيحصل؟ هنا مش هيحصل حاجه لان الكونتينر فاضي. طيب امتى الكونتينر ما يبقاش فاضي؟ لو انا قلت له كلر، بصوا كده الحته ديت، وقمت قايل له كلر ايتم. ايتم، ايه رايكم بقى في الحته دي؟ بصوا كده ايه اللي حصل؟ انا خليت الكلر بتاع الكونتينر هو الكلر ايتم اللي هنا. فانا لو عملت هوت ريلود ايه اللي هيحصل؟ الله على الجمال. شايفين ايه اللي حصل؟ خد لي الالوان اللي جوه الليست، حطها جوه كل واحد جوه كونتينر، وحط 3 كونتينر في الصف لان انا قايل له كروس اكسس كاونت 3، وخلاه ماشي كده لغايه ما خلص الليست كلها. يعني ده ترتيب الليست. ده ترتيب الليست اهو. بصوا من اول اللون البيربل ده، بعد كده اسود، بعد كده ازرق اصفر، نفس الترتيب، واخر حاجه التيل. تمام، يبقى هو ماشي من الشمال لليمين، فاهمين قصدي؟ فهو كده خد الالوان اللي جوه الليست، حطها جوه الكونتينر ده، ولون الكونتينر بهذا اللون. طيب احنا هنعمل بقى شويه حاجات في الكونتينر ده عشان يبقى شكله لطيف كده قدامنا، ما يبقاش شكله يعني وحش كده بدون اي تصميمات. هنا بقى هنبدا نتعلم شويه يو اي عشان نستفيد بيهم في المستقبل ان شاء الله. اول حاجه شيل الكار ده، امسحه، واعمل لي ديكوريشن جوه الكونتينر. طبعا ده كونتينر اهو، فهننزله تحت عشان نبقى ايه فاهمين.
ونحط ديكوريشن جوه الكونتينر. ادي الديكوريشن هنسميه بوكس ديكوريشن. ادي بوكس ديكوريشن، افتح قوسين جوه البوكس ديكوريشن حط لي بوردر ريديوس. بوردر ريديوس يعني البوردر ريديوس دوت سيركل، ونحطه ب10 مثلا، وبعد كده نحط الكورنر. ونرجع بعد البوردر ريديوس حط البوكس شادو. ادي بوكس شادو، ونقوم فاتحين الليست. البوكس شادو بتاخد ليست. بصوا يا جدعان لازم تفهموا يعني الحته دي، تحط ايديكم كده على الاتريبيوت. هنا مثلا لو حطينا على الاتريبيوت قال لك هي بتاخد يعني ويدجت من النوع ده بوردر ريديوس جيومتري. طيب هنا قال لك هي بتاخد ليست اوف بوكس شادو، ليست اوف بوكس شادو. خلاص يبقى انا هفتح القوسين بتوع الليست واديها واحده بوكس شادو، مش هحط تاني، هي بوكس شادو واحده، بوكس شادو واحده. طب ازاي هي محتاجه ليست؟ ما انا اديتها ليست اهو، بس ليست ما فيهاش انا بوكس شادو واحده، ايه المشكله؟ مش مشكله. طيب اوفست، بنقوم حاطين اوفست، وجوه الاوفست هنحط قيمتين 2 مثلا و5. اي قيمتين بناء على القيمتين دول القيمه بتتغير بتاع الشادو. الاوفست بالاس بس كده يا باشا. فتعالوا طبعا هو بيقول لي ما دام هي كونستنت ما تحط كونستنت، خلاص اوكي حط الكونستنت لو انت عاوز. تمام تعال نعمل كده هوت ريلود. ماشي هو هنا اداني فعلا شادو بس مش باين قوي، وعمل هنا الراديوس، وطبعا اللون بقى اسود لان انا شلت اللون، ما فيش الوان حتى الان. فتعالوا ندي اللون هنا جوه الديكوريشن، هنقوم قايلين له الكالر، ونقوم قايلين له كالر ايتم، ولا اسمه ايتم كالر، اسمه كالر ايتم، كالر ايتم. انا الكيبورد بتاع الديسكتوب ده مش متعود عليه قوي زي اللابتوب يعني، فبكتب حروف ساعات بتيجي اللي جنبها. فهنا بقى الكالر ايتم. طيب تعالوا بقى نديله كمان مارجن. انا بس عايز واحده واحده ايه تكونوا فاهمين معايا كل حاجه بتاثر ازاي. طبعا خلاص خد الالوان بتاعه، وادي الديكوريشن البوكس شادو موجود هنا اهو. طيب هنديله مارجن. اوكي اديله مارجن اونلي من فوق وتحت يمين شمال، نديله مارجن من كل حته ولا ايه؟ خلينا نديله مارجن ماشي ايدج انسيتس، نديها له اونلي مش مشكله. ايدج انسيتس دوت اونلي، ونقوم قايلين له مثلا توب اديله 5، ورايت او بوتوم اديله 5 برضو، ورايت 5. انا ليه بعمل الكلام ده؟ عشان خاطر انا هغير فيهم دلوقتي بناء على اللي انا شايفه يعني ليفت و5 كمان. طيب انا كده اديته بوكس شادو او اديته مارجن. طيب هو كده لو عملت كده حلو، حلو جدا حتى الان، حلو خالص خالص خالص. طيب ممكن اديله 10 بقى بما انه جميل كده، نديله 10 مش مشكلة يعني، خلاص اديها له 10 يعني. يلا بدينا. نشوف طبعا هنا بقى ايه، انت بتتك على كنترول والزرار ده. ماشي ماشي 10 كويس، 10 كويس مش وحش، ممكن نخليها بالشكل ده مش هتبقى وحشه. او لو احنا عاوزين نعمل هنا يبقى في بوردر هنا. طب خلاص هقول لكم، مش في هنا كونتينر اهو جوه، اديله هو كمان بادنج بقى مش مارجن، ولا اديله مارجن احسن. تمام الفرق ما بين البادنج والمارجن ايه؟ ان البادنج هو المسافه اللي ما بين الايتمز اللي جوه الكونتينر، يعني اي كونتينر بقى مش لازم كونتينر يبقى اسمه كونتينر، يعني اي كونتينر سايز بوكس اي حاجه او جريد فيو ايا يكن. يبقى المارجن هو المسافه من بره، يعني بدي مسافه من بره، اما البادنج مسافه من جوه. فانا لو اديت بادنج اذا معناه ان الكونتنت بتاع الكونتينر ده هتبقى جوه بمسافه معينه، ما ينفعش تطلع بره المسافه دي. لكن المارجن ده معناه ان في مسافه ما بين اللي جنبه. فاحنا هنديله مارجن ليه؟ لان انا لو عندي بوكس شادو المارجن مهم، ساعات بيبقى ايه مقطوع كده من الحته دي، فانا دي لازم اديله مارجن ما اديلوش بادنج عشان اقدر اشوف الايه الشادو. فتعالوا نديله مارجن edge insets dot all، خليها دوت all على طول، واديله 10 ولا ايه؟ ماشي 10 حلو. وهنا نديله هنا بقى 5، ماشي حلو كده، كده احسن بكتير.
وطبعا البوكس شادو انا اديته الاوفست، انا عاوز اديله كلر واديله كلرز دوت، خلينا كلرز دوت جراي، ماشي دوت جراي، ادي جراي تحته يعني افضل من الاسود القاتم ده، ماشي كده احسن بكتير. تمام، ممكن تديله بلور كمان لو انت عاوز تديله بلور، يعني ممكن تديله بلور. خلينا هنا بس ايه الاوفست الاولاني ديت عشان الحته اليمين دي، خلينا نزودها شويه، خليها 5 بوكس، مش مشكله يعني. ونديله بلور عادي، بلور ريديوس دي بتاخد ايه من نوع ايه؟ بتاخد دبل على طول، خلاص اديها مثلا 5 او 4. تعال نشوف ايه اللي هيحصل، كنترول الزرار ده عشان نعمل هوت ريلود. اداني بلور اهو بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. كده جميل جدا جدا جدا. طيب تعالوا بقى فوق نتعلم ازاي نعمل، نخلي التايتل ده في النص هنا ونغير اللون بتاع الابار. تمام، وبعد كده هنعمل ده نقدر نتك عليه، يعني نعمل له انتاب او امبرس، ونروح على الصفحه الثانيه اللي هي كلر سكرين اللي هي بتعرض اللون، اللون بتاع الحاجه دي. طيب تعالوا بقى نعمل اول حاجه الابار. مش دي تكست اهيت، اعمل لها راب اهو، الت وانتر، وبعد كده راب ويدجت اوف سنتر، خليها ايه في السنتر، يعني دي ويدجت اسمها سنتر بتسنتر اي حاجه جواها. احنا هنعمل راب التكست جوه السنتر، وبعد كده نديله كونتينر، نخلي التكست جوه كونتينر، خلي التكست جوه كونتينر، تعال خلي التكست جوه كونتينر. بصوا كده معايا بقى عشان احنا هنعمل شويه حاجات حلوين قوي، وهنعمل ديكوريشن، وهنعمل بوكس ديكوريشن، بوكس ديكوريشن ديكوريشن، ونعمل جوه البوكس ديكوريشن جريدينت، وجوه الجريدينت هنديها لينير جريدينت، لينير جريدينت، ادي لينير جريدينت. المفروض ان اللينير جريدينت بتاخد، هو مديني ايرور ليه، بتاخد بيجين، وخلينا البيجين بتاخد الاينمنت دوت بوتوم رايت، خليها الاينمنت دوت بوتوم رايت، وبعد كده بتاخد كلرز، مجموعه من الكلرز ده ليست. طبعا بصوا لو انت حطيته الفرع عليها مؤشر ليست اوف كلر، فهنديها ليست اوف كلر، الليست بتاع الكلر اللي هتبقى جوه الجريدينت يعني. طيب هندي الكلر، نديهم بلاك بلاك بس. تمام، بس ايه خلينا في الاولاني كلرز دوت، بصوا كده كلرز دوت بلاك، في يعني درجات من البلاك، ممكن انا اخد اي لون تاني واعمل له دوت اوباسيتي، فعادي براحتنا. فاحنا هناخد البلاك ده وادي له دوت ويز اوباسيتي، مش ويز الفا، ويز اوباسيتي، وادي له دبل نمبر اقل من الواحد الصحيح، يعني واحد صحيح يبقى كده اوباسيتي 100%، فانا هديله مثلا دوت 7 اوكي، ونعمل له كنترول دي، ونديله هنا دوت 2 مثلا. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل، تعالوا نشوف ايه التغيير اللي حصل معانا. بصوا التغيير ايه اللي حصل معايا بقى بالشكل ده. هنا في الحاله دي انا هديله بادنج بقى عشان اقول له انت هتبقى كتكست جوه الكونتينر بس بعيد عن الحواف بتاعته، فهدي هنا بادنج للكونتينر، ادي الكونتينر اديله بادنج واقول له اج انسيتس انسيتس دوت اول، واديله 10، حلو 10. تعالوا نشوف، ايوه ماشي حلو. طيب تعالوا بقى نديله بوردر ريديوس، بوردر ريديوس، فتعالوا نديله بوردر ريديوس، ادي بوردر ريديوس دوت سيركولر، خلينا نديله سيركولر 10، حلو 10. تمام تعال نشوف ايه، وندي للتكست تكست ستايل، بصوا كده التكست اديله تكست ستايل ازاي، اعمل هنا الكوما، وبعد كده هقول له ستايل جوه التكست، جوه الايه، جوه التكست او جوه الويدجت بتاع التكست يعني، واقول له تكست ستايل، تكست ستايل، وجوه التكست ستايل هديله شويه حاجات، ممكن نديله الفونت سايز، الفونت لا نديله كلر، انا بس اهم حاجه عندي الكلر عشان ايه واقفين، بس انا عايز اشوف الدنيا، انا مش شايف حاجه.
ثانية ثانية انا حطيت كده ايه بتاعتين زيادة. طيب هنديله color، نقول له colors dot black. ليه؟ هنشوفه دلوقتي. بصوا كده، طبعا احنا لو عملنا كده ايه لونه بقى اسود. طيب نديله الفونت سايز، نخليها بولد، خليها الفونت سايز بولد. راح فين؟ راح فين يا ولاد؟ اهو هنا ادي الفونت سايز، الفونت سايز او فونت ويت، فونت ويت دوت بولد، فونت ويت دوت بولد. طيب تعالوا بقى فوق هنا اهوت في الاب بار، وهنيجي في الكالر بتاع الاب بار. الباك جراوند كالر نخليها كالرز دوت وايت، تمام. ونحط له انيفيشن بنخليها زيرو. طب تعالوا بس نشوف الايه الناتج الاول ونشوف الانيفيشن بعدين. اه شايفين الناتج عامل ازاي؟ شكله لطيف حتى الان. طيب في انيفيشن هنا، تحس ان في فرق ما بين هنا وهنا، ده انيفيشن او حاجه كده زي ظل يعني، تمام. خلي الانيفيشن ده زيرو، انيفيشن زيرو، تمام. تعالوا نشوف كده، اه الفرق ده راح، فاحنا بقى عندنا الشكل ده. طيب الكالر سكرين شكله كده اسود وحش، هنخليه ابيض بقى تاني، نرجعه ابيض تاني. هنقول خلينا نحطه اسود، نشيله نخليه ابيض، ونزود اللون ده شويه، نخلي اللون المفروض ده نخليه مثلا 2، او ده نخليه 5، وده نخليه 8. تعالوا نشوف كده النتيجه هتبقى عامله ازاي. لا وحشه جدا. طيب نخلي ده، يبقى احنا نخلي اللي تحت هو اللي 5، واللي فوق 8 او 9. هنشوف النتيجة. اه كده احسن. بس خلينا هنا، بصوا بقى، خلينا 3 وده 8، 5 و8. والله ما انا مزعلكم، 5 و8، 5 و8 لطيف، 5 و9، 5 و9 حلو. خلاص انا هخليه كده كلر سكرين 5 و9، جميلة قوي كده معايا، تمام. طيب تعالوا بقى نرجع، احنا حطيناه في السنتر لو انتوا فاكرين، وبعد كده اهو تعالوا ناخدها بالترتيب. بصوا كده احنا حطينا سنتر وجواه كونتينر، جوه الكونتينر في التشايلد بتاعه هو التكست. حطينا تكست ستايل اللي هو فونت ويت دوت بولد، حطينا الجريدينت لينير جريدينت، وحطينا الالاينمنت بتاعتها بوتوم رايت، وحطينا اثنين كلر هما بلاك، الاثنين بلاك، ولكن واحده الاوباستي بتاعتها 9 وواحده الاوباستي 5، وبس دي 5 اللي فوق دي. وحطينا هنا الليست فيو جواها الحاجات بتاعتنا. تعالوا بقى نقفل هنا الاب بار عشان هنعمل حاجه بقى مهمه جدا دلوقتي. انا عاوز لما حد يضغط على الكونتينر ده يروح على صفحه ثانيه، والصفحه الثانيه دي تاخد اللون بتاع الكونتينر وتقوم عارضاه في الصفحه كلها. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا اول حاجه هحط الكونتينر ده في حاجه ممكن تضغط عليها، زي مثلا جيستشر ديتكتور او انكويل. فتعالوا نحطه مثلا في انكويل، الت انتر غاب ويز ويدجت، نحطها نسميها انكويل، انك ويل. طيب الانك ويل فيها حاجه اسمها اون تاب، وجستشر ديتكتور برضه فيها اون تاب. فالاون تاب هنحط لها انونيمس فانكشن بالشكل ده، دي الانونيمس فانكشن، تمام. جوه الانونيمس فانكشن هنخليه يروح للصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه عباره عن ايه؟ ادي الصفحه الثانيه عندنا ايه؟ عباره عن كلر فاضيه خالص فيها كونتينر، بس الكونتينر ده هنديله لون. طيب اللون بتاعها هيبقى ايه؟ تعالوا نشوف كده، ادي الكالر، وندي اللون ده من فوق. فانا هقوم قايل هنا مثلا كالر، هقوم قايل سكرين كالر، سكرين كالر، سكرين كالر، تمام. ونقوم حاطين سيمي كولون، ونقوم قايلين هنا السكرين كالر، وادي السكرين كالر، السكرين كالر. طيب السكرين كالر انا عايز احطه جوه الكونستراكتور، فانا مايل له this dot screen color، this dot screen color، نحط الكومه. طيب كده مش هيبقى كونستنت، لان السكرين كولر ممكن يتغير، فشيل الكونستنت بس كده يا باشا. احنا كده حطينا ايه بقى؟ احنا عندنا كونستراكتور، الكلام ده احنا خدناه في دوره الدارت لو انتم مش فاكرين، بس انا هقوله لكم دلوقتي. طيب حطينا متغير اسمه سكرين كولر. السكرين كولر ده المفروض ان هو بوزيشنال باراميتر، والبوزيشنال باراميتر احنا قلنا انها ريكوايرد، فاذا هو ريكوايرد باراميتر فين؟ في الكونستراكتور بتاع الكولر سكرين. فانا كده لما اجي احط الكونستراكتور بتاع الكولر سكرين عشان استدعيها،
هبقى مطالب ان انا احط جواها لون او احط جوا الكونستراكتور ده لون. اللون ده هو اللون بتاع الكونتينر هنا. اول ما يتحط جوا انا هاخده واقوم رايح للصفحه الثانيه واعرضه في الصفحه الثانيه هنا. الصفحه الثانيه كلها عباره عن كونتينر، الكالر اللي جواها هو السكرين كالر اللي انا بعته مع الكونستراكتور. طيب تعالوا بقى قبل ما نعمل الحركه دي، بصوا يا شباب هنخش على الهوم سكرين تاني ونيجي في الاون تاب. الاون تاب المفروض ان احنا هنعمل نافيجيشن. ازاي بنعمل نافيجيشن؟ في عندنا طريقتين للنافيجيشن. اول حاجه هو في طرق كتيره، يعني احنا هنقول طريقتين دلوقتي وهنستخدم منهم طريقه واحده. هنستخدم نافيجيتور دوت بوش. ادي النافيجيتور، ادي النافيجيتور دوت بوش، ادي بوش. بصوا كده في نافيجيتور دوت بوش وفي بوش ريبليسمنت. ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لكم. تعالوا بس ايه نعمل نافيجيتور دوت بوش. اول حاجه الكونتكست بياخد البيلد كونتكست اللي هو فيه، اللي هو الصفحه اللي هو موجود فيها يعني. وبعد كده الروت، الحته اللي هيروحها. فالروت ده هديله متغير اسمه ماتيريال بيج روت. ماتيريال بيج روت، ادي ماتيريال بيج روت. الماتيريال بيج روت جواه بيلدر. البيلدر ده بياخد كونتكست اهو، هنديله الكونتكست وبيروح على مكان معين انا بحدده له. فانا هحدد له الكالر سكرين اسمه ايه؟ الكالر سكرين، ادي كالر سكرين. ونفتح القوسين بتوعنا. طبعا هيقول لي في ايرور، في مشكله عندك هنا. ايه المشكله؟ تعالوا ننزل بس عشان اوريكم المشكله. اولا انا هحط هنا بس سيمي كولون، وفي مشكله هنا ان انا لازم احط ريكوايرد باراميتر اللي هو اللون. طب ما اللون موجود عندي. اللون موجود عندي فين بقى؟ انا جاي اللون موجود فين؟ انا مش شايفه. بصوا كده لو انتوا مركزين هتلاقوا اللون هنا جوه الايه جريد فيو دوت كاونت، وبعد كده جواها كلر ليست كلر ايتم. مش هو ده اللون؟ هو ده اللون الايتم اهو اللي بيروح يتحط في الكونتينر، صح؟ يبقى خلاص هحط الكلر ايتم هنا. ادي الكلر ايتم، ايتم، ادي الكلر ايتم حطيته جوه الكلر سكرين. طيب في مشكله تانية؟ لازم اعمل امبورت للكلر سكرين اهو، كلر سكرين دوت دات. اديني عملت لها امبورت، خلاص كده مفيش مشاكل تاني. يبقى انا كده عندي ايه اللي حصل؟ انا عملت نافيجيتور دوت بوش، وبعد كده رحت للماتيريال للصفحه بتاعتي اللي انا حطيت فيها الكلر ايتم. تعالوا كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل. عملنا ونضغط هنا. بص عمل ايه؟ فتح الصفحه كلها باللون بتاعنا. فانا لو اتكيت هنا باللون الثاني، هنا باللون الثالث، وهنا وهكذا بكل لون. طيب بصوا انا لما بتك هنا وبرجع، لما بتك هنا ايه اللي بيحصل؟ بيرجع الصفحه الرئيسيه. يعني انا كل ما اضغط هنا ثم هنا بيرجع على الصفحه الرئيسيه تاني. ليه؟ لان العامل دوت بوش. ده معناه ان البوش بتعمل حاجه زي الاستاك. يعني ايه استاك؟ تعالوا نشوفها في البيت. بصوا كده نمسح ده كله بس ايه؟ اعمل لي نيو اهي دوت سيف. بصوا كده لما يكون عندي بصوا كده ده زي طبق. انا عندي اهو ده زي طبق كده ولا حاجه، وفي مثلا ادي كوره، حطيت كوره كده يعني نزلتها هنا فيه، وبعد كده حطيت كوره كمان وحطيت كوره ثالثه. تمام. انا عشان اطلع الكور ديت من الطبق ده بطلعها ازاي؟ بطلع الاولانيه اللي هي اخر واحده اتحطت، ثم دي اللي هي ثاني اخر واحده اتحطت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفيرست ان لاست اوت. بصوا ركزوا معايا كده، الفيرست ان لاست اوت، مش دي اول واحده دخلت اخر واحده تطلع. تمام. واللاست ان فيرست اوت، يبقى اول واحده او اخر واحده دخلت هي اول واحده تطلع. فانا لما بعمل بوش للسكرين عندي دي بتبقى اخر واحده دخلت الطبق، نعتبرها كده يبقى هي اول واحده تطلع منه. يعني انا كده اهو دخلت مثلا السكرينه دي الطبق، يبقى السكرينه دي اخر سكرين عندي في الطبق. اول ما ارجع هيرجع ايه على طول على السكرينه اللي قبلها، هي يعني هي اللي هتروح دي. طب انا لو عملت هنا وعملت جوه هنا بوش، خلاص اطلع من البوش ارجع تاني على السكرينه دي، بعد كده اطلع من البوش ارجع تالت على السكرينه الاولانيه اللي هي المين سكرين. دي حاجه في الداتا ستراكشر اسمها ستاك. في حاجه اسمها كيو بقى في الداتا ستراكشر، مهمه برضو يعني ممكن تعرفوها للزمن. الكيو ده عباره عن طابور، هنعتبرها مثلا مخبز ولا حاجه، وادي في كوره. تمام. اول كوره هي اللي تحت اتحطت، اول كوره اللي تحت. طيب اول كوره هتطلع فين؟ هي من اللي تحت على طول. يبقى اذا الفيرست ان فيرست اوت واللاست ان لاست اوت، يعني دي اخر واحده اتحطت يبقى اخر واحده تطلع.
ده الكيو. الكيو جاي من اسمه اللي هو طابور، لكن الستاك زي ما انا فهمتها لك دلوقتي. اذا البوش بيشتغل بانهي تكنيك؟ بيشتغل بالستاك، يعني اللاست ان فيرست اوت. فهنا الجهاز هنا او البوش هنا هيطلع على الستاك ديت ويرجع تاني على الصفحه الرئيسيه. طيب احنا في عندنا فاضل عندنا كونسبت واحد المفروض ان احنا نتعلمه في التطبيق ده، وهو ازاي نستخدم لايبراري جاهزه. المكاتب الجاهزه ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن شويه اكواد من دول بيحلوا مشكله معينه، في مبرمج او ديفلوبر حل المشكله ديت بعد ما كتب الاكواد وقرر ان هو يخلي الاكواد دي مجانا للجميع اوبن سورس، اي حد عاوز يحل المشكله ديت يستخدمها مجانا، وقام حاططها على الموقع الرسمي للدارت، او حطها في اي حته تانية مش لازم الموقع الرسمي، بس احنا بناخد منه موقع رسمي افضل لان يعني بيتعمل لها ريفيو كده تبقى اكثر امانا يعني. تمام، فتعالوا مع بعض احنا عاوزين دلوقتي نحط لون. اللون ده هنحطه جوه الكومبوننت هنا اهوت، واللون ده مش موجود عندي يعني، انا لو جيت كتبت كده اهوت colors dot فالالوان اللي عندي محدوده اهي، دي شويه الالوان الموجوده عندي، دي مش كل الالوان، دي مش كل الالوان يعني. احنا المفروض عندنا مثلا في شاشات للسوبر اموليد وكده تاخد 16 مليون لون، 16 مليون لون. طيب 16 مليون لون، هل دول 16 مليون؟ طبعا لا يعني مستحيل، بس طبعا هي درجات الوان يعني، انت ممكن تيجي من ديت تجيب منها كذا درجه، بس مهما حصل مش هتوصل لكل الالوان الموجوده في الحياه. فانا دلوقتي لو عاوز لون معين، هو جاي مثلا اللون ده في الادوبي اكس دي ولا حاجه يعني المصمم صممه، وعاوز التطبيق يطلع على نفس التصميم بالظبط، فهو انت هتخش على ادوبي اكس دي هتاخد الايه الهكس نمبر بتاع الكلر وتعمله هنا. طب الهكس نمبر بتاع الكلر هتحطه هنا ازاي؟ هنا في الحاله دي هنستخدم لايبراري من بره اسمها هكس كلر. فتعالوا نكتب هنا على جوجل هكس كلر فلاتر، انا كنت باحث عنها قبل كده. تمام، اول خيار بالنسبه لي اللي هو الهكس كلر فلاتر. طيب الهكس كلر عباره عن لايبراري جاهزه احنا بنستخدمها. ازاي بنعمل لها انستولينج؟ اهو تتك على انستول وتشوف الديبندنسي تاخدها كوبي، ودي طريقه انستول لاي لايبراري ثانيه، دي الطريقه دي موحده يعني، انت بتاخد الديبندنسي بتاعتها وتروح تحطها في الباب سبيكتور يعني. طب بتحطها فين؟ بصوا كده تلاقوا حاجه عندكم اسمها ديبندنسيز، وفي حاجه اسمها ديف ديبندنسيز، ديت هما الاثنين ينفعوا، ولكن ديت اول ما تيجي تحط التطبيق في ريليس مود عشان ترفعه على جوجل بلاي ده كله بيتلغي وما بيتعملش معاه. فطبعا ما تحطهاش هنا، لان ما دام هتستخدمها حطها هنا في الديبندنسي ايه العاديه، تحطها تحت الكوبرتينو او تحت الايه اللايبراري الاولانيه دي. كوبرتينو دي لايبراري برده محطوطه هنا. تمام، وهنا برده لو هتحطها هنا في الديف ديبندنسي هتحطها تحت الايه الفلاتر لينس، مش هتحطها تحت الاس دي كي. تمام، عشان هيديك ايرور على طول. واهم حاجه بص، لو انا جيت عملت مسطره هنا كده هيديني ايرور برده، لازم تبقى في نفس الحزه بتاع الايه بتاع الكوبرتينو. تمام كده، تمام. وبعد كده تعمل باب جيت، ماشي، هو بيعمل باب جيت اهو، خلاص كده تمام، عمل لها باب جيت. طيب انا هستخدمها ازاي؟ تعالوا نشوف المفروض ان انا هستخدمها ازاي. اعمل ريد مي، شوف الدوكيومنتيشن بتاعتها، هو بيقول لي جوه الكونتينر اكتب هيكس كلر وحط الايه النمبر بتاع الهيكس كلر، هيقوم شغال معاك على طول جايب لك اللون. خلاص تعالوا نستخدم هيكس كلر. طبعا بيقول لي اعمل امبورت، لو انت بصيت على الانستولينج قال لي اعمل امبورت للكلام ده، فتعالوا ناخد كوبي ونعمل امبورت ليه جوه التطبيق بتاعنا فين؟ في الكومبوننت. فنحط امبورت هنا ونقوم جايين كنترول في لللايبراري بتاع الهكس كلر. طيب هنستخدمها ازاي؟ نقوم كاتبين هنا هكس كلر زي ما هم كاتبين اهو بالظبط في الدوكيومنتيشن اهو جوه الكونتينر او في اي مكان عاوز تستخدم الكلر اكتب هكس كلر وحط الهكس كود. طيب الهكسا ديسيمال ده احد انظمه العد المستخدمه في الكمبيوتر يعني بشكل عام، فاحنا هنستخدم الهكس كود او الهكس ديسيمال كود نمبر بتاع الكلر، فنقوم قايلين هكس كلر. طب ده بنجيبه منين بقى الهكس كود؟ الهكس كود ده لو انت عندك ادوبي اكس دي فهتلاقيه موجود، هتلاقيه موجود ايه الكود بتاعه يعني موجود على طول جنب اللون يعني لما تضغط على اللون. لكن لو هو مش موجود، لو انت عاوز تعمل كلر من دماغك كده وعاوز تجيبه، فانت هتكتب هنا كلر بيكر بيكر بيكر، ادي كلر بيكر على جوجل على طول جاب لك الكلر بيكر اللي قدامنا ده، ماشي. وهنا الهكس نمبر اهو، تمام، اكتب هكس اهو.
فطبعا ده اللون، يعني انا بعمل هنا وده اللون اللي انا ايه بقرر ان انا اختاره. فمثلا لون زي ده مثلا احمر داخل على اسود كده، تمام. لو انا قمت عامل له كوبي، تعالوا نحطه كده او كنترول في، وتعالوا نحط كمان لون وناخده من هنا برضو، نحط اللون ده مثلا او ده، ده لون جميل ده، لون حلو ده. اوكي ماشي، كنترول في، تمام. يبقى انا كده انا حطيت لونين زياده، ما ظهروش هنا، ما ظهروش هنا، لان هو دي لايبراري تانية فما بتظهرش زي بقيه الالوان الجاهزه اللي جوه الفلتر، بس مش مشكله، انت كده كده عارفهم، انت اللي مختارهم يعني. طيب احنا لو عملنا ريلود لل او ريستارت للتطبيق، ايه اللي هيحصل؟ المفروض هيظهروا هنا معايا، تعالوا نشوف. ظهروا هنا اهو، ده وده، ده قريب من ده فعلا، تصدق؟ واللون ده يعني ما اعتقدش انت ممكن تلاقيه في الكالرز بتاع الفلاتر يعني. فوصل معايا اهوت الكود وظهر هنا قدامي. طيب في حاله ان انا قمت جاي هنا كده مثلا، قمت عامل كنترول دي دي دي، حطيت منهم كتير جدا يعني انا كررتهم. طيب وقمت عامل ريستارت للتطبيق بتاعي، المفروض ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل لي ليست وهتبقى سكرولابل. ليه؟ لان هي جريد فيو. تعالوا نشوف كده، ايوه اهو بالفعل اهي بقت سكرولابل، تمام. طيب بص كده، انا لما بوصل للاخر ايه بيحصل؟ بتبقى الشده بتاعتي عامله ازاي؟ شكلها مش لطيف قوي برضه هنا. طيب انا عاوز اغير السكرول ده، اغير نوع السكرول. تعالوا نروح على الهوم سكرين، فين الجريد فيو؟ ادي الجريد فيو، راحت فين يا ربي؟ هنا هي الجريد فيو. في حاجه اسمها فيزيكس، فيزيكس، والمفروض ان النوع ده السكرول باونسنج، انا عاوز اعمل باونسنج اللي هو ايه، اشد كده يتشد معايا. طيب اعملها ازاي؟ انا ما اعرفهاش، هتك جوه الفيزيكس، هدخل جواها سكرول فيزيكس عشان اشوف انا ممكن اكتب ايه. هنا اهو اولويز سكرولابل سكرول فيزيكس، اهي باونسنج سكرول فيزيكس. بص دايما على الكومنتات ديت، دي بتجيب لك شويه حاجات معلومات عن الحاجه اللي انت عاوز تعرفها لو انت مش عارف. انا ليه دخلت دلوقتي؟ عشان اعرفكم، وانا بعمل الحركه دي كتير يعني، لما بكون مش عارف حاجه معينه او عايز استخدمها بخش على الكومنتات بتاعتي ادي، وناخدها كونستنت مش فيها. يلا كنترول سي، تعالى نرجع على الهوم سكرين ونحطها كنترول في. طيب شيل السيمي كولون بقى الكولون، بس تعالوا نعمل ريستارت، هوت ريستارت تاني. ايوه تمام اهو، بصوا بقت عامله ازاي الباونسنج، طبعا هو مهنج يعني بقى. هي بقت عامله كده، شوف دي شكلها افضل يعني بكتير، تمام. طبعا لو اتكينا على اي لون هيروح يملا الشاشه بتاعتي اللون اللي انا اتكيت عليه، حتى الالوان الجديده اهي، حتى الالوان الجديد اللي احنا حطيناه. بس احنا بكده خلصنا اول تطبيق لينا في فلاتر 101. انتظرونا في الفلاتر 102، هيبقى تطبيق كويس جدا ان شاء الله فلاتر 102، وهنتعلم فيه حاجات جديده، البلوك كونسيومر والبلوك بروفايدر عامه، البلوك بشكل عام، وهنتعلم فيه برضو الشيرد بريفرنسز، وهنتعلم فيه شويه حاجات كده في الكلين كود وازاي ترتيب التطبيق بتاعك، يعني بحيث ان احنا نحط السكرينات لوحدها وكذا حاجه لوحدها عشان يبقى فيه كلين كود قدامنا يعني. والفلاتر 103 هيبقى على يوديمي باذن الله، وهيبقى كورس حلو جدا، هيبقى فيه فاير بيز شات اب كامل كامل متكامل موجود على الفاير بيز. طبعا كل اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن بتاع التطبيق ده، ولينك الجيت هاب بتاع التطبيق ده نفسه فلاتر 101 موجود على الجيت هاب، هحطه لكم تحت في الديسكربشن. شكرا ليكم، ارجو ان انا اكون افدتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.